موقع الدرر السنية ممكن تدخلوا الآن، المشاهدين ممكن يدخلوا مباشرة على هذا الموقع الدرر السنية وبيشوفوا هذه الفتوى أيضا الوحشية. فمن نذر لمخلوق، أي مخلوق، كان يقول لفلان علي نذر أن أصوم يوما، هاي اللي فلان المسلم يقول كيف يعني هلا أنا مثلا أقول والله أنا لله علي إذا مثلا الله عز وجل شاف ابني أن أصوم يوما للنبي، شو معناته للنبي؟ يعني أهدي ثوابه للنبي. هلا مثلا في العراق نذر للعباس، شو معناته نذر للعباس؟ يعني لله لله نذر علي أن أفعل فعل معين وأهدي ثوابه للعباس. باللفظ الناس لا تلفظ، الناس على عادة على التقدير وعلى الحذف، ولكن إذا سألته عن القصد هذه أمور قصدية. يا إخواني وهابية، هي أمور قصدية تابعة للقصد. أنتم قلتم بأنه هذا عبادة، الذبح عبادة، ومن يذبح لفلان فقد عبد فلان. من وين؟ أيضا الموقع الرسمي لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان إلى آخره يقول إذا نذر أن يذبح لله عند الله عند قبر من القبور فهذا نذر معصية. طيب ماشي، لله هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. والذبح عند القبور إذا كان القصد منه التقرب إلى صاحب القبر، طبعا هذه لا أحد من الأمة الإسلامية يتقرب إلى صاحب القبر، فهو شرك أكبر يخرج من الملة. ولو ذكر اسم الله على الذبيحة وإن كان القصد منه التقرب إلى الله عز وجل. عجيب، كيف يجتمعان يعني؟ بعرف. يعني يجتمعان أتقرب إلى الله وأتقرب إلى كيف يعني؟ يعني أنا مثلا بهدي بذبح ذبيحة بقول أن هذه الذبيحة للنبي، لصاحب قبر يعني لميت. طيب وإن كان قصدي أتقرب إلى الله بتقربي إلى النبي، يعني كيف يتقرب إلى النبي؟ بالمودة بالمحبة. ولو كان قصدك تتقرب إلى الله ولكن لأنه هذه الذبيحة لفلان فأنت مشرك الشرك الأكبر وخارج عن الملة.